FM. الكلمة ليك. والله احنا بعد ما لاحظنا لي ثم تهاون من الحكومة التونسية، فما غياب تام وعدم التعامل مع الملف والقضية نتاع سفيان ونذير بجدية، قررنا اللي احنا فقنا اللي ضيعنا برشا وقت، كان تكون من عام الاول ولا من الشهر الاول بتتر نوصلنا النتيجة مخير. قررت انا والعائلة انا وسونيا باش نتنقلوا لليبيا. مشينا افيك ان كارني دادريس بيان بريسي، زرنا الحكومة. ربي الكارني دادريس هذي خل نمشيو هكا بالديتاي، هذي جبتوه وحدكم؟ بيان سور انا بعلاقاتي الخاصة، اخويا برهان يعرف اللي انا شغلي الشاغل يوميا قضية نذير وسفيان. ما تفرغت كليا القضية هذه حتى انقطعت حتى العمل انا وجوزي سونيا. الكلمة ليك.